أنا أريد أن أشكر الإخوة الجميع على هذه الدعوة اللي وضح فيها بمناسبة مقابلة لجنة الجرائم يوم 23 من الشهر أمام الدكتور المكرم محمد الخامس انطلاقا للساعة الثامنة. فعندنا الإخوة الإعلاميين على أساس معفوق الطريقة لجنة الجرائم المقابلة لفائدة المدرب أوسكار اللي غني عن التعريف. نخلي كلمة شوقي من كيف فريق الرجاء الرياضي اللي دوره غادي. مساء الخير، شكرا للحضور الكريم والكثيف، وهذا تأكد مرة أخرى الاهتمام الإعلامي لنادي الرجاء الرياضي وكل ما يهم نادي الرجاء. وهذه فرصة كذلك أننا نتواصل معكم كيف ما كنعملوا دائما. تنشكروا الشركة الراعية الثقة اللي وضعت في نادي الرجاء وفي اختيار ديال نادي الرجاء باش يلعب بضعة مباريات دولية، وحنا هادشي تينتاج في إطار ترويج لصورة نادي الرجاء على الصعيد العالمي كما كتعرفوا، خاصة بعد السمعة اللي خداها النادي بعد المشاركة المشرفة في كأس العالم للأندية واللي توجدت كوصيف لبطل العالم. وانطلاقا من هذا قررنا انه يكون واحد العدد من المباريات لتسويق صورة النادي، والاخوان الشركة مشكورين وقع الاختيار ديالهم على نادي الرجاء. الثالثة اللي تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولية يكونوا جوج لقاءات، اللقاء الأول هو ديماريش اللي غنشدو به الآن، على أساس يكون لقاء ثاني خارج أرض الوطن مع فريق دولي كذلك. والأمور الأخرى غادي تشبت على السي العلام المسؤول عن الشركة، وسي بوكر عماري المسؤول عن تسويق إدارة تسويق نادي الرجاء، وحنا معكم ولا كان شي أسئلة مرحبا. كلمة السي العلام. هذه الندوة هي مختصة اليوم للتحدث عن المقابلة القادمة من رجاء البيضاوي ضد فريق فيتوريا ديماريش من البرتغال. بالنسبة للشركة اللي هي ميديا اون، عندنا وقعنا عقد مع فريق الرجاء البيضاوي اللي يتضمن ثلاث مقابلات ودية كما قال السي شوقي، مباراتين في المغرب ومباراة خارج المغرب. المباراة الأولى اللي هي داخل أرض الوطن فهي الآن هي اللي احنا بصددها، هي مباراة في ماريش في البرتغال، فريق فيتوريا ديماريش في البرتغال، وهي مناسبة باش نكلموا وجه من الوجوه اللي بسمو الكرة المغربية، اللي بسمو التاريخ ديال الكرة المغربية، واللي عطى لها بزاف بزاف، عطى الكرة المغربية، وحان الوقت باش نعطيوه هنا وقليل من الحب اللي عطى المغرب والكرة المغربية. ولا كان شي أسئلة مرحبا. شكرا. سمحتوا بإضافة قبل ما نعطيو الكلمة لأوسكار كلوني باش يتواصل معكم، فلازم نوضحوا أن في الأمر هذا الاتفاقية فنادي الرجاء الرياضي هو ضيف وقع عليه اختيار شركة ميديا 11 مشكورة، وبالتالي لابد نوضحوا أننا حنا في هذه اللقاءات ما غادي يشوفون عندنا المسؤولية ديال تنظيم المباريات في الملاعب ولا خروج الملاعب ولا أسعار التذاكر، إذا هاد لا لوجيستيك كاملة من كلفة بها شركة ميديا 11 وهي مشكورة على هاد الشيء باش نحددوا المسؤوليات. وعلى أساس كل الأسئلة ديالكم نبوست المفصلة باغول مسيو أوسكار فيلون. D'abord, je vais remercier énormément
ميديا اونس لي ريبريزونتان دي راجا اي ساموتوس ميرسي بور ريبريزونتي ساموتوس انكو اي سامي دونا اوسي لامبي كان دو جوان des figures que je connais, ça fait longtemps. Soit des journalistes, soit des gens qui l'ont travaillé avec moi, soit des employés qui se mettaient dans les clubs avec moi. Je lui dis merci. Mais le chemin, essayer en arabe, en prague, dire shukran, non? Barakala, oui. Yo sí a otra disposición por la cuestión que me puse. Aguante, ya terminó. Bonsoir, don Asahir, el señor de Dios, mi alcalde. Coach. Coach. Oscar, oui. On est fiers de toi, vraiment on est fiers de toi. Vraiment. Et je vous remercie pour les surprises que tu vas donner le football marocain. Avant de rentrer dans le sens de l'ordre, il y a une conférence de l'équipe Oscar Pelloni. Quand ça va le faire pas l'yom, avant de nous faire un peu de l'audio, on va faire un peu de l'audio pour que je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je إلا سمحوا لي الزملاء الصحفيين حسنا الزمان الصح. سي سامر شوقي نعطيك رسمي باسمك شمو سير فريق الرجاء الرياضي اليوم 5 ونص تحديد الموقع الرسمي لنادي الرجاء بخصوص باطل. عندي شي ما عرفتش واش كنتي الصباح ما فقتيش ولا شي حاجة حيت داكشي خرج البارح اللي فليتي الصباح خرجوا الجرائد. سي سامر حتى لو 5 ونص علاش كيدير التكذيب؟ مع العلم ان مصادر من داخل مكتب الرجاء اكدت بانك انت اليوم امس ولا اول امس شخصيا تصلت للباطير وبلغتي قرار ديال الرئيس. اش وقع اليوم الصباح؟ الله اعلم. واش جلستي مع الرئيس؟ جلستي مع الباطير؟ حيت انا كنعرف التكذيب خرج الاخبار اللي جات بالليل. انا كنهلك على هادشي اللي كدير مزيان خدام مزيان كتواصل زوين. ما اليوم تفاجأت انا كان 5 انا بقيت قابل في الدراجه من 8 الصباح وما جانيش نعاس الليل كنقول واش الراجل غيكذبوا ما غيكذبوش ما عرفتش حتى 5 يعني كانت شي حاجه الصباح. اذا كنتي غتنفي غتقولها الاسباب راه جلسنا مع السي باطير وتراجعنا على القرار واتفقنا فهمتي هذا من جهه نجي الدور اوت كنت نجاوب ديال سمير وصراحه بالنسبه للاخوه المنظمين ديال المقابله التكريميه ديال اوسكار بيرون ما فيها باش نعرفوا القيمه الماليه ولا التعويض اللي غياخذ هذا السيد لان كنعرفوه كيمر بظروف في القاهره وما كنتمناوش يتكرر السيناريو ديال عبد المجيد طولمي ما تفهمون. شكرا على السؤال. غير احتراما لمنظمي الندوة اللي هو ماشي نادي الرجاء الرياضي وقلنا لكم حنا ضيوف الندوة اليوم الموضوع ديالها المباراة الدولية ضد كيمار انا خليت سولتي على خاطرك وانا انا عندي حق نجاوب احتراما لمنظمي ما غنجاوبش على هذا السؤال لانه خارج الموضوع ولكن عندي استعداد نجاوبك بكل استعداد خارج الحلقة بخصوص الشطر الثاني ديال العقد ممكن الشركات تجاوب عليه. الاخ طلب القيمه الماليه ديال هذه المقابله هذه القيمه الماليه هي 3 مليون و200 ألف درهم. القيمة المالية ديال اللقاء الفكري كامل غتجاوب 3 مليون ديال الدرهم، وعندنا عقد عندنا بند العقد اللي
بين الشركة ديالنا وبين المطوية ديما باش من نعطيوش مدومين وهم المباراة كاملة غتجاوز المطارف ديالها 3 مليون جدا. Vous avez toujours déclaré dans vos sorties médiatiques. Vous avez toujours déclaré votre politique pour la reconnaissance du Front National et surtout du territoire large vis-à-vis de vous. Est-ce que ce geste vous pouvez continuer avec les composants du futur national. Merci. Votre question est magnifique. Vous savez que j'attendais cette question, ça fait longtemps. Oscar Follon, il a déclaré à la presse. Que presse? Allez-y, élevez-vous. Avec qui je fais une interview? Ah, monsieur, moi je vais vous expliquer la chose. Marie parle pour moi-même. Je suis en train de essayer de trouver un peu plus de respect entre nous. De 1999 que je voulais au Maroc, je répétais la loi marocaine, la culture marocaine, la religion et les institutions que je travaillais. C'est trop facile de dire Oscar Poulonet, il a déclaré la paix. S'il vous plaît, si sincèrement, sortez la mitraillette. Et directement, si l'ange me dit ici qu'il a fait une interview avec moi, je l'invite publiquement, ou est-ce que quelqu'un il profite de créer des problèmes comme il n'existe pas? À côté du directeur de multimédia, il a assis de monsieur porte-parole de Rajan. On s'est rencontré à Tamaris. On a maintenu des relations parfaitement bien. Déclaration gratuite pour jouer avec les noms et commencer à créer des problèmes d'institution, personne et personne institution. Et je crois que pour le temps que je vivo, je habite ici au Maroc, je répète à tout le monde. Je collabore avec la presse à le maximum. Et si là, quelqu'un de journaliste peut dire le contraire, il peut se lever, mais il l'a mentionné. Moi, je vais dans la presse. Beaucoup de ces informations qui échappent tout à l'heure à la vérité. Je ne suis pas venu ici pour faire une confrontation, mais vous êtes en train de me dire vous ne vous arrêtez pas de critiquer dans la presse. Quelle presse? D'abord, je voudrais savoir que ça, c'est un problème totalement personnel. Je viens de vivre juste à quelques jours avec beaucoup de problèmes. De sérieux problèmes. Je n'ai pas le temps pour les stupidités. Je n'ai pas le temps d'aller à la recherche des journalistes pour demander de publier quelque chose pour une publicité gratuite. Ou est-ce quelqu'un de vous qui peut me dire pendant ma carrière ici que j'étais à vous chercher pour dire s'il vous plaît, c'était un article dans les jours. Alors, je crois que c'est pas pour moi. Ce que je vais dire maintenant, avec un français pas académique, naturellement, c'est une chose. Pour
quand on dit d'État pour construire, on est en train de construire chaque minute. Je suis venu ici et les premières paroles que je mentionnais, c'est merci à vous tous d'être présents ici. Parce qu'il y a trois choses que vous pouvez dire au contraire, qu'on a eu une collaboration directe dans toute ma carrière ici au Maroc. Alors, l'ingratitude que vous êtes en train de parler, et l'être humain, je ne vois pas sortir maintenant mes capacités ou mes diplômes universitaires. Je ne suis pas venu à faire une conférence. Si on vit dans la construction, le football il va être mieux. Chacun il a le droit de faire ce qu'il veut. Réagir de la façon qu'il veut. Après, naturellement, il faut justifier le permis de ses gratitudes. Je ne sais pas. Dites-moi une seule déclaration que مساء الخير عبد الخالق السبع جريدة الأخبار الرياضية. سي علام على حسب البرنامج ديال اليوم المباراة كيتضح بأن ما كاينش هناك مباراة رفع الستار خصوصا الفريق ديال 2000 اللي كان وراءه تأهيل كأس العالم ديال 2000 سي أوسكار في دولي وهذو من حقهم يحتفلوا مع هذا السيد. فهل ماذا ممكن ننتظروا جواب النقطة؟ هذا من حقهم يحتفلوا بهذا السيد وشكرا. بالنسبة للعقد مع شركة ميديا 11 كيف ما قلنا فهو لقاءات لتسهم نادي الرجاء الرياضي وكاينين جوج مغرب وحده في الخارج دونك هادشي اللي توقع عليه. اما ما قيل عن دوري اخر ما عندوش علاقه بشركة ميديا 11 وحنا ما تلقيناش دعوة رسمية. الوقت اللي غادي نتلقاو دعوة رسمية غادي نبلغوكم. كنذكروا ان لقاء الرجاء وكيماريتش كنا في برشلونة قبل من كأس العالم لأنه في الوقت اليوم اللي توقع فيه العقد درنا البلاغ وخبرناكم نفس الشيء. وقت ما غيكون عندنا شي دعوة رسمية غادي نخبركم في حينه. شكرا. شكرا. كي سي لا كيسيون كي جو لا باند Non, écoutez, chaque pays a ses traditions. Je suis né en Sud-Amérique, spécifiquement en la République argentine. C'est pas seulement en Argentine qu'on on a la tendance à s'accrocher à certaines croyances.
des croyances, des protections, des croyances. Cette avant, il était donné par ma grand-père. Mon père, il était footballeur, il a eu un accident. Après, il m'a dit pour te protéger, tu es très jeune, tu vas te donner quelque chose et tu vas te remettre toujours dans la main. Comme ça, c'est ta façon, tu vas être protégé. Ça veut dire la superstition. Je la portais toujours. Et un moment déterminé, c'était la protection. Et aussi un moment, pour une chose qui était très importante. C'était mon grand-père qui m'a offert. Je continue à le faire. Hein. C'est pas que je ne l'utilise pas ici, c'est pas un terrain de football. Mais je continue à le faire. Maintenant, vous savez que je suis à Guelmin et à Guelmin je l'utilise. Dans l'Afrique, ça dépend, on appelle fétiche, macumba en Brésil, et en Argentine, on appelle superstition. Ce n'est pas une magie personnelle, c'est une croyance de protection. C'est tout. Comme il y a des gens qui portent des chaînes avec des objets. Et Dieu merci, je vois la guerre de tout ma vie. Et vous l'avez la voir bientôt. مالتين إذا سمحتي مالتين غير باش نضيف له في الجواب الأخ بخصوص المباراة اللي تحكي عليها فبعد المشاركة المشاركة في كأس العالم للأندية طبيعي أن نادي الرجاء هي في حكومة عالمية تذكروا أن 185 قناة تلفزيونية اللي نقلت مباريات نادي الرجاء تعرف على الصعيد العالمي حتى أسماء اللاعبين قد تذكر وبالتالي عادي جدا أنه تخرج بحال هذه الأخبار فيها اللي يكون صحيح ثاني ما غيكون صحيح ثاني خصنا نتعامل معها بحذر وحنا من جهتنا فنوعدكم انه وقت ما يكون عندنا عرض رسمي نوقعوا عليه نخبركم شكرا قدر كاين واحد لوبينيون باش الاخ ما كتبش ديالو مع بالنسبه لموقع الكره الطوله غير pour revenir à la question de Mustafa Abou Abdallah, si Mustafa il a 40 ans de service, le matin. Oui. La question, lorsqu'il vous a dit qu'une petite ingratitude comme ça, la paix, c'était pas c'était, son idée, c'était une conséquence de ce qu'on est en train de vivre. Une conséquence de ce qu'on est en train de vivre. Alors, on ferme la parenthèse. D'accord, Oscar ? Mais non, mais. Pardon. On se connaît, ça fait longtemps. Oui, on se connaît. Non, parce que lui, il a dit. Quand il a parlé, c'est pas que vous avez parlé à la presse, des interviews, tout ça. C'est une conséquence. Pardon. C'est une conséquence. C'est une mauvaise interprétation. C'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Écoutez, il y a une question. C'est une conséquence. C'est quoi ? Nous, on le sent. Vous ne le dites pas, mais nous, on le sent. Bon. C'est une conséquence. D'accord ? Si, d'accord. Moi, non, pardon. On a. À part d'une relation professionnelle qu'on a eu, on a une relation aussi de personne à personne. D'accord. L'ingratitude, c'est le patrimoine de la vie. J'ai dit qu'on ferme la parenthèse parce qu'on s'est mis d'accord. D'accord ? Moi, je suis d'accord. D'accord. Ce que vous me demandez. On s'est mis d'accord. Nous, on vous aime un point à la ligne. Point bas. Alors maintenant, pour... Je vous comprends mal. Oui. Non, je vous comprends mal. Ça va, c'est 40 ans de service journal. Le matin, il est aimé, respecté, apprécié, etc. Beaucoup de choses. Et... Oui, Oscar. Pardon. Alors maintenant, on passe... Je vais vous rappeler une chose. Quand moi, j'ai fait une interview avec vous, à travers l'internet. C'est votre fils. Qui avait avec moi qui avait traduit un cadeau
C'est une conséquence. Bon, d'accord, on ferme. C'est pas un problème. C'est pas un problème, Oscar. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Oui, maintenant on passe pour le jubilé tout ça. C'est Moustapha Abiyad, Ikhwan, غير بالنسبة للتاس, le 23. زعما كاين غير دي غارونتي بأن الرجل يكونوا دي جوار زوينين بالهم. جو سبيرن زعما هذا زوين مستوى اقصد مستوى طبيعي المهم نشوف احنا اولا نتمنى واحد التعيد للمنتخب المغربي لان شي ابعد حد في كاس افريقيا للمحليين تعرفوا الاولويه بطبيعه الحال للمنتخب الوطني الى باراكسيدون كان المنتخب رجع بطبيعه الحال لكي تكون كومبلي اذا كان مازال انجاجي فالمنتخب الوطني غنكونوا سعداء واخا ما غيكونوش الثمانيه ديالنا معنا وغنكونوا سعداء لان هذا كيعني بان المنتخب مشى لابعد الحدود في المنافسه ولكن الان تركيبه الرجاء هي غاليه ما عدا حتى اللاعبين الدوليين اللي كاينين باقي العناصر فهما كاينين لاعبين جيدين في جميع المراكز ممكن يشكلوا فريق متكامل وكنظن جميع الفرق تتمنى يكونوا عندها لاعبين في المستوى ديال اللاعبين اللي خارج الثمانيه ذاك المنتخب واعتقد ان نادي الرجاء دائما كان كثيرا في المباريات الدوليه وكيقدم طبق شهي وجميل للجمهور ديالو وتنتمنى ان شاء الله غادي يكون في المستوى ديال الجمهور اللي غيكون غفير في المناسبه وغادي تكون حتى لومبيونس مزيانه ان شاء الله ماشي غير في الجيران في المدرجات في كل شيء وانتم متعودين على هذا الشيء ان شاء الله يكون واحد العرس لان هذه المباريات الدوليه ماشي مزيانه غير الرجاء مزيانه للمغرب ككل كتعطي واحد الصيت عالمي تنذكروا ان مباراه الرجاء ونيس بقات واحد المده كتداول في الانترنت حتى الجمهور ديال الرجاء تنصنفوا رابعا دوليا بسبب هذيك المباراه كنتمناو ان مباراه الرجاء وبيماريتش ان شاء الله تعطينا واحد ان بلوس للجمهور للتنظيم المغربي اللي مازال تحت المجهر لان عندنا كاس العالم للانديه في 2014 ونتمناو بطبيعه الحال حنا كنعاونوا كثير على وسائل الاعلام باش توافقنا توافق الشركه في هذه المباراه الدوليه باش تشجعنا وتشجع الشركة لأن اليوم قلال الشركات اللي كي يغامروا بحال هذه المباريات وحنا كانوا في المغرب واحد العشرة ديال المباريات الدولية في السنة ماشي غير نادي الرجاء ممكن نادي الرجاء نادي الوداد الجيش تطوان جميع الفرق تدير بحال هذه المباريات هذا ربح كبير للمغرب وعندنا الحمد لله ملاعب كبيرة في طنجة في مراكش في أكادير فحرام هذه الملاعب تنقدونا بالعكس إذا استقبلنا مباريات دولية قوية وعندها قيمة كنعطيو واحد التوهج للمغرب لصورة ديال الكرة ديالو وحنا دائما الجمهور المغربي تيكون في الموعد بحال هاد المباريات وبالتالي فمباراة الرجاء وكماريتش إن شاء الله ما غاتخرجش على القاعدة وغاتكون في المستوى. العفاوي عن جريدة أخباركم نحن جد مسرور لتكريم المدرب أوسكار فيوني كما نعلم الإنجازات التي قام بها بين هذا الربع ضد الفرق المغربية والآن كما نعلم أن الحالة المادية التي هو فيها شيئا ما لا يعتمد عليها. لماذا جاء هذا التكريم متأخر شيئا ما وهل سينجح هذا التكريم لأنكم مررتم بتكريم سابق للاعب الدولي الظلمي ولم إثمه جاري وأذكر. كنشكرك أولا على السؤال ديالك. المقابلة التكريمية ديال المدير الظلمي فهي ما كانتش فاشلة. بالعكس كان المشكل وقع كما كيوقعت أي براقة وكنتمنى أننا الآن حنا عندنا علاقة جيدة مع فريق المتجمل اللي كنتمناو أنه يكون حاضر في المقابلة التكريمية ديال عبد المجيد طومي واليوم هاد المقابلة ديال الرجاء بالكيماريتش فهي فرصة باش نعوضو داكشي اللي ضاع في المقابلة ديال عبد المجيد طومي. عبد العزيز حبي جابت الأخبار غادي نمشي للسؤال ديال الأوسكار فيلوني بحكم أنه يستجيب باللغة الإسبانية لأنه فأعتقد أنه من الأفضل أنه باش ما يفهمش عاود ذلك. بويا بريكوتارا ميتر أوسكار بريميرو كريمو سافير سي لي بوديس بيرميتير بارا دارنوس بوستا سيتواسيون فاميليار بوركي هيمو سكوتشاو موتشاس كوسات Entonces, queremos saber cómo nos preocupa vuestra
nuestra situación, queremos saber si usted está bien o no, cómo has recibido la invitación para este homenaje. سؤال آخر بالنسبة للمنظمة، بالنسبة لذاك الوقت شنو غتكون متناول باش تصدق لواحد حضور زعما باش ينجح المباراة؟ وشكرا. فقط سولت على وجهة السؤال الحالة الاجتماعية ديالو، لأنه سمعنا كثير على الاجتماعية ديالو، الحالة الاجتماعية المزرية، لهذا فوجهة السؤال أنه يعطينا الحالة الاجتماعية اللي تبعوها اللي تنسى. Yo he seguido de tres a lo que a vuestra cuestión. A mi situación en este momento es la mejor situación del mundo. Yo de tres privilegios para vivir. No le puse que me sortió de una operación a la que él y la reducí en buena salud. Y yo creo que en la vida mucho le dono de preferencia al sentimiento. Maintenant, j'espère sa récupération pour commencer à vivre une vie tranquille après autant de années en train de lutter contre un cancer. Alors, plus heureux que ça, je ne peux pas être. Sur la situation personnelle maintenant de moi, je suis au Sahara maintenant et très bien. Je me sens bien, en paix. Encore une autre fois dans le terrain, avec mes esprits bien, bien clairs. Et je toujours, comme je le fais dans ma vie, c'est des gens qui la confient en moi, et je ne vois pas le décevoir. Donc je pense que j'ai répondu à votre question. Youssef Chani, Radio Mars. Bonsoir à tous, salam alaikum. L'hommage vers l'Oscar, le contrat stipule un montant forfaitaire ou en fonction des billets vendus. بالنسبه للسؤال الثاني هو كنعرفوا الماتشات ديال الجوبيلي كيكثر سواء يعني المراسم كيفاش غيكونوا واش غيكون لقاء يعني معايير دوليه واش 3 رومبلاسون ولا 4 رومبلاسون حيت كنعرفوا بن زرتي غادي يجي سي لوكازيون بور لوي بور كويير لي فروي ديال اكادير واش غادي يكونوا لي شونجمون بزاف يعني هاد واش ديجا اتفقتوا مع ليكيب ديال كيمارس ولا بغينا نعرفوا باش حيت الماتش كيكثروا لي شونجمون دون ان ماتش حتى الماتش كيتقد الحلاوه ديالو بالتالي كما قال السي هشام السوقي لنا تفرد بان المباريات دابا لو نيفو طلع خاص تبقى ديما الرجاء يعني في لو نيفو مونديال اي ميرسي شكرا بالنسبه للعقد ديالنا مع فهو عقد هو طلب حسب الغرضه ديالو انه يكون بيننا وبينه فهو طبيعة الحال في أمور مادية. بالنسبة للقاء ديال ديماريش مع غاجا فهو لقاء فيفا يعني بمعايير اللي كتبت فيفا بالنسبة للمباراة كما قلت مباراة أولا فيها سمعة ديال كرة القدم المغربية فتقديم صورة لكرة القدم المغربية على العموم وفريق الرجاء الرياضي على الخصوص وبالتالي غادي نعملوا بأن يكون مباراة في مستوى عالي التغييرات على التغييرات مازال ما اتفقناش عليهم تعرفوا هذا كيكون عندنا اجتماع تقني تنتفقوا عليه ولكن غادي نشتغلوا في هذه المساله على اساس ان نعطيو المباراه هذيك القوه ديالو الفعاليه باش حتى الجمهور المستوى اللي يشوف في الشوط الاول يشوفوا في الشوط الثاني باش تمشي في المستوى ديالها. بالنسبه للسؤال الثاني ديال الاخ عندي غير واحد التساؤل حول
حول مصطفى تكتب موقع الميادين بونكون عندي واحد التساؤل حول واش ما يمكنش يكون نقل كفازير لانه تنعرفوا انفار الرجاء راهما في العالم كاينين في امريكا اوروبا وتا هما مشتاقين يشوفوا فيلوني لان فيلوني هو رمز من الرموز ديال اداره فريق الرجاء. شكرا. شكرا. بالنسبه للقاء تاع اللقاء بطبيعه الحال نقول على شاشه التلفزيون الحدث عندنا في صلاة العديد من القنوات فنتمنى أن الأمور تكون أن اللقاء يثبت جميع أنحاء العالم. السلام عليكم دكتور عماري رئيس لجنة القوى الدفاعية الرجاء الرجاوي. تدخل ديالي إذا ما كانش ديريكتومون في تو سامبلومون باغ c'est l'équipe, c'est la déontologie de l'équipe de l'Université de l'Université قرار أنه يكون واحد شخص اللي كي مثل فارق اللي وانا تقرأ باسم فارق غير يعني إذا كان شي سؤال شي سؤال ديرك نقدر نجاوب عليه إذا كان سؤال عن جنرال يعني المثال اللي نقدر نقول لك على التسويق فارق الرجاء البيضاوي يعني هذا العقد اللي توقع مع شركة ميديا اون عقد il va de la grande coupe du monde ça veut dire que ماشي لا coupe du monde عندنا خطه عمل استراتيجيه اللي خدامين فيها في مجال التسويق يعني باش نسوقوا العلامه ديال فريق الرجاء البيضاوي عالميا بدينا كنتوصلوا بالكثير يعني من هذه السمعه الحمد لله الطيبه اللي خلاها فريق الرجاء البيضاوي في كاس العالم للانديه البطله الاخيره كان توصلوا يعني ب دي دوفر ديال 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 دي كلوب ديال دي ماتش دو غالا ديال مسائل ديال سبونسورين ديال عقود شراكه مع نوادي اجنبيه مع شركات اجنبيه شي حاجه اللي كونكريتمون كاينه دابا يعني نوار سور بلون ما عندناش يعني دو مومون كو مازال ما كاينينش لي كونطرا انا اللي كان ما كان واعد اللي كان واعد زعما الجمهور المغربي هو ان يعني ما غنقولش يعني بكل تواضع ما نقولش غادي نطلعوا لا بار هذا العام بزاف ولكن دخلنا في واحد الخطه ديال العمل اللي كنحاولوا نوميسي دو كي ندير ماكسيموم دو ريسيت فور لو كلوب وغادي بهذه الطريقه والحمد لله الفلوي ديالها غادي يبانوا يعني بغضون شهر او شهرين يعني غيتم الاعلان على بزاف ديال الصفقات ديال النادي ان شاء الله.